بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا. وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل 0501785536. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذه الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج. من الأسئلة يقول السائل: صليت المغرب خلف إمام مسافر يصلي العشاء وقصرها، يسأل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في هذه الحالة؟ والسؤال الآخر يقول السائل: هل تجب صلاة الجنازة على الطفل الذي يولد ميتا؟ تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. بالنسبة لسؤال السائل عن دخوله مع إمام يصلي العشاء وقد قصر الصلاة، وهو يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، فنقول أن الإمام إذا أنهى صلاته بأن صلى ركعتين، وهذا السائل وهو المأموم دخل بنية المغرب، فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالركعة الثالثة لصلاة المغرب، ولا حرج هنا في هذه المسألة بالنسبة لاختلاف النية، فالإمام يصلي بنية العشاء والمأموم يصلي بنية صلاة المغرب، فلا حرج في ذلك. فنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في الخوف، صلى بجماعة وطائفة من الصحابة، ثم بعد ذلك صلى بطائفة أخرى نفس الصلاة، فهنا صلى بهم الأولى وهي فرض والثانية نافلة. كذلك معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه ثم يصلي بهم أيضا نافلة، ومن خلفه يصلون الفرض، فاختلفت النية، فلا حرج في اختلاف النية. وهذه المسألة يعني الآن بعض الناس يدخلوا مع الإمام وقد اختلفت النية، وربما لا يعرف المأموم أو الشخص الذي يريد أن يدخل الصلاة مع شخص يصلي هل هو يصلي صلاة تامة أم لا، فنقول إذا علم بأن الإمام يصلي صلاة العشاء تامة فعليه أن يتم الصلاة مع الإمام، إلا إذا اختلفت نية الصلاة، فإذا دخل مع إمام يصلي العشاء وهو مقيم ويصليها أربعا، فإن هذا الشخص الذي دخل بنية صلاة المغرب فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة لزم هذا المأموم أن لا يقوم معه لأنه يصلي المغرب، فيكمل صلاة المغرب وله أن ينفرد عن الإمام ويقرأ التحيات ثم يسلم، وإن أدرك الإمام في الركعة الرابعة بنية صلاة العشاء جاز له ذلك، أو أنه يبقى في مكانه بعد أن يجلس في الركعة الثالثة وقد نوى المغرب والإمام يصلي العشاء تامة أربعا، ففي هذه الحالة له أيضا أن يبقى المأموم الذي يصلي المغرب حتى يصلي أيضا، يرجع الإمام ويقرأ التحيات ويسلم معه بعد ذلك. هذه مجموعة من الصفات. بعض الناس أحيانا يسأل هل يدخل مع الإمام وهو لا يعرف هل هو مسافر أم لا، فلا يعرف النية، فنقول أولا تنظر إلى حال هذا الشخص، إذا علمت عن حاله بأنه مسافر فإنك تدخل بنية السفر، يعني لا تعرف هل يصلي العشاء هل سيقصر أم لا، وأنت مسافر وأنت الآن في سفر فلا تعرف، فتدخل بغالب النية في ذلك. لكن لو أن الإمام أتم الصلاة فإن الأفضل في هذه الحالة أن تتم الصلاة مع الإمام، ولكن لو دخلت بنية القصر يقول جمع من أهل العلم أنه يجوز له في هذه الحالة أن لا يقوم مع الإمام ويصلي ركعتين، لكن الأقرب والله أعلم
في هذه المسألة أنه إذا وجد الإمام قد أتم الصلاة فإنه يتم معه الصلاة، ولذلك أيضا إذا لم يكن يعلم ربما يظن أن الإمام يصلي العشاء، صحيح، فقام الإمام للثالثة وهو يصلي المغرب فيظن أنه يصلي العشاء فقام معه على أساس أنه سيتم صلاة العشاء وهو الآن يريد أن يصلي المغرب، ففي هذه الحالة نقول إذا قام إلى الثالثة وجب عليه أن يتم الصلاة أربعا، أن يتم إذا كان يصلي مع الإمام أو يريد أن يصلي مع الإمام العشاء. فهذا هو ما يتعلق بهذه المسألة، والمسألة هذه فيها تفصيل كثير، كثير من الناس تشكل عليهم هذه المسائل وخاصة في هذا الوقت والناس في سفر ويقفون في محطات، فنقول في غالب هذه المحطات أن أكثر من يرد أو هذه المحطات هو من المسافرين. صحيح، نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال. محمد من عسير، تفضل. نعم شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سام سؤالك. نعم يا شيخ، عندي زوجتي على كفالتها باكستاني عامل، وحلفت إنها ما تجدد له، ثم شكى علينا ظروفه الحاصلة الراهنة الآن بما أنه بحالة هذا التجديد، فما ترى في ذلك يا شيخ؟ ودعت على نفسها بعدة دعوات منها الموت والمرض إلى آخر. طيب شكرا لك. نعم، أولا لا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه بالموت، صحيح، أو يتمنى الموت، وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنى أن أحدكم الموت من ضر أصابه، وإنما إذا لزم أو كان أن يعمل فإن عليه أن يدعو الله، قال فيقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وأمتني ما علمت أن الموت خيرا لي، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يعني يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه لا بالموت ولا بالأمراض ولا بغيرها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا ساعة فيستجاب فيها الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك بعض الناس أو بعض النساء هداهن الله تكثر من الدعاء إذا غضبت على نفسها أو على ولدها أو على أي أمر يحصل لها، وهذا يحصل الحقيقة سواء من النساء أو من الرجال، فيجب المسلم أن يحذر من هذا الدعاء، هذا أولا. الأمر الثاني إذا كان في غضب وحلفت على ذلك، فإن المسلم إذا حلف على أمر ورأى أن هناك شيء خير من هذا الأمر الذي حلف عليه فإنه يكفر عن يمينه، كما كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ربما حلف على أمر فرأى أن هناك خير منه فيكفر عن يمينه، فتكفر عن يمينها وتطعم 10 مساكين أو الكسوة ل10 مساكين، والثالث هو عتق الرقبة، هي مخيرة بين هذه الثلاث، والمتاح الآن هو ما يتعلق بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وإذا لم تستطع ولم يكن عندها القدرة على الإطعام أو على الكسوة، ففي هذه الحالة تصوم 3 أيام. بعض الناس يظن أنه يصوم مباشرة عندما يحلف بيمين، كثير من الناس يظنون أن عليه الصيام، صيام 3 أيام. نقول لا، الصيام يكون في عدم القدرة، وإطعام 10 مساكين هو أن يطعم كل مسكين 1.5 كيلو من الأرز، 1.5 كيلو من الأرز، يعني الكفارة تقارب 15 كيلو من الأرز، فيطعمها فيعطيها لأسرة فقيرة أو يوزعها على عدد المساكين، أو يشتري 10 وجبات ويعطيها لفقراء ومساكين، أو يدعو مجموعة من الفقراء 10 على وليمة ويطعمهم، كل هذه داخلة في هذه الكفارة في إطعام 10 مساكين. نعم. ما يعطيه نقد يا شيخ؟ لا يجوز، لأن جاء في النص في القرآن إطعام 10 مساكين. نعم. طيب معنا اتصال آخر. إسراء من مصر، تفضلي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. دلوقتي أنا معلمة بمدينة أبها في الجنوب، وباجي من مصر بعدي على جدة الأول، بقعد مع أختي أسبوع، فأنا باجي بنية زيارة أختي والعمل اللي هي طبعا بعد سنة دراسية كاملة وعمل عمرة.
فأنا دلوقتي أحرم من مصر، أنا باجي طيران، أحرم من مصر ولا أحرم بمدينة جدة ولا أحرم منين؟ يبقى الميقات بتاعي منين؟ أنت تأتين إلى أي بلد في المملكة؟ أنا بأتي للجدة الأول، بزور أختي، بقعد معها أسبوع، وبعد كده بنتقل لأبها للعمل ليه. نعم. بالنسبة لمن يأتي من مصر وقد أراد العمرة ونوى العمرة، الواجب عليه في هذه الحالة أن يحرم إذا حاذى الميقات، عند محاذاة الميقات. لكنه لو أنه في نيته أن يبقى في جدة فترة من الوقت فلا حرج في ذلك أن يبقى، ولكن في هذه الحالة عليه أن يرجع إلى الميقات أو يذهب إلى أقرب ميقات، يذهب إلى رابق أو إلى السيل ويحرم من الميقات. أما من جاء وهو متردد لا يعرف هل سيؤدي العمرة أم لا، وجاء إلى جدة إلى أهلي ولا يعرف هل يتيسر له أداء العمرة وهو في تردد، وبعد أن وصل تيسر له الأمر وعزم على العمرة، فنقول أن العمرة نشأت بعد وصوله إلى جدة، ففي هذه الحالة يحرم من جدة. أما من جاء وقد نوى العمرة فإنه عليه أن يحرم إذا حاذى الميقات، وإذا تعدى ميقات فإنه في هذه الحالة وبقي في جدة فترة من الزمن يذهب إلى أقرب ميقات له. نعم، جزاك الله خير يا شيخ. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مجددا ومع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان. نبدأ هذه الفترة أيضا بهذا الاتصال معنا أبو طارق من الطائف، تفضل. نعم، مساك الله بالخير، شلونك؟ مساكم الله بالخير. يا هلا. عامر، في رجال استفتاني وأنا ماني صاحب فتوى ما شاء الله، ولا يستوى مالك في المدينة، وجاوبته. رجل يصيب بجلطة في قلبه وتنوى في المستشفى في العناية المركزة، وخرج في رمضان، أفطر 19 يوم من رمضان. نعم. والرجال سألني يقول أنا ما أقدر يعني أقضي الفائت يعني 19 يوم ما أقدر فيها، أنا أبغاك تعطيني خبر على أساس أني كم أخرج، أو هل بالفلوس يعني يجوز أني أخرج أنا الصدر 19 اليوم. الرجال يبغى فتوى. ابشر إن شاء الله هالحين. الرجل كبير في السن، كم عمره؟ كبير في السن. أيوة كبير في السن، يعني من الثمانين إلى 85. ما شاء الله. طيب ابشر إن شاء الله، تفضل يا شيخ. نعم، بالنسبة للمريض أو كبير السن وأصيب بمرض في رمضان وأفطر بسبب هذا المرض أو أفطر بسبب كبر السن ولا يستطيع الصيام، فإنه في هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا ولا شيء عليه. ولذلك مثل ما ذكر السائل عن حالة هذا الرجل وقد أدخل إلى العناية وهو مريض وكبير في السن ولا زال المرض مستمر مع هذا الشخص، فإنه في هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يخرجها مالا، إنما إطعام يخرج، إما يخرج وجبة لمسكين ويطعمه عن كل يوم، أو كيلو ونصف من الأرز يعني نصف صاع يعطيها لفقير. نعم. هل تجب صلاة الجنازة على الطفل الذي يولد ميتا شيخ؟ بالنسبة للطفل أو السقط له حالات، الحالة الأولى إذا استهل بعد ولادته في بأن كان عند ولادته حيا وثبتت حياته، فإنه في هذه الحالة يصلى عليه بالإجماع، كما ذكر ذلك ابن المنذر، ذكر الإجماع أنه يصلى عليه إذا ولد حيا. الحالة الثانية أن يولد أقل من 4 أشهر، أن يولد أقل من 4 أشهر، ف هذه المسألة أيضا ذكر وقول الجمهور في هذه المسألة، وذكر أيضا الإمام النووي الإجماع على أنه لا يصلى عليه إذا كان أقل من 4 أشهر،
أنه لا يصلى عليه. تبقى المسألة الخلافية هو من 4 أشهر فما فوق بالنسبة للسقط، فإنه في هذه الحالة اختلف أهل العلم، جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية يرون أنه لا يصلى عليه، والقول الآخر للإمام أحمد بأنه يصلى عليه، بأنه يصلى عليه وهو الأقرب في ذلك. ولذلك استدل لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فهو الأقرب في هذه المسألة أنه إذا حصل السقط من 4 أشهر فما فوق فإنه يصلى عليه. نعم، أحسن الله إليكم. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، منها: كم عدد ركعات صلاة الضحى وهل يجب المحافظة عليها؟ هذا هو السؤال. أيضا من الأسئلة يقول السائل: علي قضاء صيام واجب وأصومها يوم الجمعة يوم إجازتي، فهل صيامي صحيح وهل يلزم التتابع في صيام الواجب؟ عدد ركعات صلاة الضحى شيخ؟ نعم، بالنسبة لصلاة الضحى جاء في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي أي النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث، فقال: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى والوتر قبل النوم. هذه 3 وصايا أوصاها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، فذكر منها ركعتي الضحى. فصلاة الضحى أقلها 2، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها أيضا 2 وصلاها 4 وصلاها 8، صلاها 8 صلوات يوم الفتح أو في عام الفتح صلاها 8 ركعات. والمسلم بالنسبة للمداومة عليها لا شك أن هذا هو الأفضل، ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أحب إليه من الأعمال ما داوم عليه العبد ولو قل، يعني لو صلىها في كل يوم 2 وداوم عليها هذا أحب إلى الله وهو أفضل، ولو تركها أيضا لا حرج عليه في ذلك لو أنه تركها، لكن الأفضل في ذلك المداومة على صلاة 2 الضحى. وكذلك أفضل الوقت أو أفضل أوقات الصلاة أو صلاة الضحى أن يصليها عند اشتداد الحر، فهذا ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الأوابين عندما يشتد الحر أو يشتد الحر على أولاد الإبل من شدة الحرارة وهو وقت الضحى، فهنا أو في هذا الوقت هو الأفضل في صلاة الضحى. ولكن الصلاة الصحيحة أنها تبدأ من بعد شروق الشمس تقريبا بربع أو ثلث ساعة إلى قبل زوال الشمس قبل أن ترمض الفصال وهي صغار الإبل، لكن بالنسبة لوقتها من بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى قبيل زوال الشمس أي قبل أذان الظهر 10 دقائق، كل هذا وقت لصلاة الضحى. نعم، 2 ركعتين إما يصلي 2 أو 4 أو 8 ركعات، وصحيح أنه لا حد لها، لو أنه أيضا صلىها أكثر من ذلك لا حرج في ذلك، فهي من العبادات التي لم يكن لها حد، ولذلك النبي صلىها 2 وصلىها 4 وصلىها 8 ركعات في يوم الفتح. نعم، عليه قضاء ويصوم يوم الجمعة. بالنسبة لصيام يوم الجمعة جاء النهي عن إفراد يوم الجمعة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصوم أن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أي لا يفرد يوم الجمعة. وهنا لا، المقصود في ذلك أن لا يخص يوم الجمعة بالصيام، أي يقصد يوم الجمعة ويظن أن صيام يوم الجمعة وإفراد يوم الجمعة أن فيه فضيلة، وأن هذا اليوم بحكم أنه فيه صلاة الجمعة ويرى أن هذا اليوم له فضل خاص فيخصه بالصيام، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولكن لو أن هذا الشخص إجازته يوم الجمعة ولا يستطيع الصيام إلا في هذا اليوم وهو أيسر وأسهل عليه، نقول لا حرج في ذلك، هو لم يقصد هذا اليوم إنما صامه لأن هذا اليوم هو أيسر. كذلك أيضا لو صام مثلا يوم عرفة أو يوم عاشوراء
وافق يوم الجمعة، فنقول في هذه الحالة لا حرج في ذلك، لا حرج لو أنه صام وأفرد هذا اليوم، وخاصة يوم عاشوراء، وقد جاء في الحديث صوموا، أو جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بقيت إلى قابل أصومنا التاسع. فإذا وافق يوم الجمعة فنقول لو أفرده فلا حرج في ذلك، لأنه لم يقصد يوم الجمعة بذاته، ولكنه وافق هذا اليوم يوما فيه فضل لصيامه فصامه، هذا هو المقصود. نعم. هل التتابع في الصيام الواجب يلزم؟ الأفضل في ذلك أن يكون الصيام متتابع، إذا كان بالنسبة للقضاء أو صيام ثلاثة أيام إذا كان عليه كفارة يمين ولم يستطع أن يطعم أو يكسو الفقراء فإنه يصوم ثلاثة أيام، فالأفضل في ذلك التتابع في الصيام، ولكن لو أنه فرقها فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. أيضا بارك الله فيكم، من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج، يقول السائل: سافرت إلى جدة بقصد الترفيه والإقامة فيها عدة أيام ثم أداء العمرة، يسأل يا شيخ يقول من أين أحرم؟ في الغالب من يذهب خاصة في الصيفية أو في أوقات الإجازات، فإذا خرج من بلده في الغالب أنه قد رتب أن يؤدي العمرة بعد ذهابه إلى جدة، فنقول في هذه الحالة كان الأفضل في حاله أن يحرم من الميقات ويؤدي أو يبتدئ بالعمرة أولا، ولكن نقول لو أنه لا يعني يستطيع أن يؤدي العمرة مباشرة فيريد أن يذهب الجدة ويجلس فيها فترة ثم يؤدي العمرة ولا يستطيع البقاء في إحرامه خلال هذه المدة، نقول لا حرج لو ذهبت إلى جدة، ولكن بعد هذه المدة التي تريد يعني قضاءها في جدة ثم تريد أن تؤدي العمرة فإن عليك أن ترجع إلى الميقات لأنك نويت العمرة من بلدك، وهذا غالب الأمر عند الكثير ممن يكون عندهم إجازة، فيكون قد رتب هذا الوضع من بداية سفره وقد نوى أن يذهب إلى جدة ويجلس فيها مدة ثم بعد ذلك يأتي بالعمرة، ففي هذه الحالة عليه أن يذهب إلى أقرب ميقات، إلى السيل أو إلى رابغ أو إلى أي ميقات من المواقيت. نعم. جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله سليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.